فما انت كبعد فاحترز اليه وابدك دكتي حقي صرف احترز دوحي كبويس رأس ملحيس بالسكين وكانت معها سكين معي قيضة هاتي وقذفت وحي كطورتي بالرأس ملحيسة من اعلى الحسن حسن كركي صفا طفي قوحو قذقل يتدحرج انو كقران انو قدل اندي لغما على سحوفه سانقاف كيس حتى استقر الا اقصقنا ذو قدعي بين ايدي اليهود يهود هرتو الذين كانوا كواسو يتربصون كسوغاي في اسفل هستيسا حسن هستيسا كوي كسوغاي ايو مرحي اتغي فلما رأى اليهود يود مركي أركان رأس صاحبه صاحب كود مدحيس قال بعضهم لبعض قاركود قارك روحي كدهين قد علمنا وحن أغاني أن محمدا لم يكن إنو سنهين ليترك النساء والأطفال إنو سنهاي إن ما كتغين من غير حمات وردي الآن ثم كبعد عاد وحي أصوى نقدين أدراجهم مالي أي كتغين رضي الله إلهي أكراد نقد عن صفية بنت عبد المطلب فقد كان روحي أهد مثلا تصالح فذا أو سرايا للمرأة المسلمة ربط ويبرباتي وحيدها كليا فأحكمت وحي سكتي تربية وتربية ديسي وأصيبت بشقيقها وحل أصيبي ولالك فأحصنت الصبر عليه وحي كوناي فشي كوناي سميسة صبر كدشيسة واختبرتها وحالو اختباري الشدائد رواتوية فوجدت وحي هشي فوجدت فيها المرأة ناكنيتهاي الحازمة قوانلة العاقلة الباسلة وقيس يدأ ثم انت كبعد ان الطريق كتب طريق دوحي قرين في أنصع صحفات صحثوي يورقوي بضن ايكو قرين ان صفية بنت عبد المطلب كانت اني اهي اول امرأة قتلت مشركا مشرك دشي الاسلامي اسلام كدحديثة صفية قصيدة ماشي وقبحني عدبة بن غزوان ايانك قلينا إن لعدبة بن غسوان من الإسلام مكانا إسلامكم مكان يبوس أيوك رسقنا أيو يرآوى وحو آذي أمير المؤمنين مؤمنين تي أمير كود عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء صلاة العشاء كقضل إلى ملجعه مكان جيف كيسة أيو أضمي فقد كان وحو أها يريد مذهبي أي يصيب حظا إنو قيله نباف أما قيب من الراحة راحة ليستعين به سؤوك المستوى على العص في الليل على العص معنا وطواف الليل للحراسة هبينك أيو أسلو وريق جري عمر بن خطاب حراسة أهان أيو وريق يمك سيء عاوة هردو قباني أيو صلاة إشها كور وحو يير صلاة إش كذب وحو ناي وحوغا سيحو سيء راح أهل لكن النوم لكن سيهردبي نفر عن عيني خليفة ويكتكتي لبدي إنقل عمر بن خطاب لأن محايلي البريدة بريد كي أيا حمل إليه حقي سأصو حنباري ومعنى أخبار أيا لو كاني أن جيوش الفرس فرس إذن كوذا المنهمزة إني كجبين أمام المسلمين مسلمين تهرتو ذا كانت إني أهيد كلما أوشك مركز تؤيسو دكتو جنده إذن كيسا على أي يجهزه إن لديار قري عليها كركيذا يأتيها سيء قطقا المدد أيغو أهزياد من هنا وهناك ميشان إي ميشان فلا تلبث أن تستعيد إنو سنكبهن إنو أديار قريو قوتها وتستأنف القتال إي إنو دقال ديار النقضو تاس أيا أتي من عمر وقيل له وحانو يري إن مدينة الأبلة مقالة ليرا ذا أبلة أبلة وحانو لجي ذا ومدينة أما مقالة أبسر جوار لا ميشاس ميشا مقالة لقضوها تعد من أهم المصادر إلي كمتهاي مصادرها كو أغمهنسان التي تاسو تمد جيوش الفرس أي كالتماضة المنهزمة بالمال والرجال لو نباهن يهي مال إيرك فعزم وحو قوست عمر على أن يرسل إنه أدر جيشا أيضا لفتح الأبلة سي أبلة اللوفر إي وقضع إمدادها إلا قويه ماشي أغتماد مدتك عن الفرس غير فرس أيضا كوذا لكنه لكن أصطدم بقلة الرجال عنده وحيات غيرا رق أكتس الجوغي ذلك أردتاس لأن الشبان المسلمين مسلمين تقلن يريال كودي وقبولهم كرمدو ياشوري وشيوقهم ولا ياشودة قد خرجوا وحي كسوا بحين ويصوا بحين يضربون أيغو قراء في فجاج الأرض أرلضا فجاج كذا معنى فجاج الأرض وحانو لجه ذا أرلضا بذه ذا أيغو مركا كسعنا
سبل الأرض غزاة في سبيل الله جدك على قوتي هذا قضياشي داني راضي وحجو جمالي كل جدك له آذين حتى لم يبقى إلا أوسن صاهر لديه أكتسى في المدينة مجال المدينة إلا نزر قليل أي إلا جماعة يريسة ما هني فعمدة إلى طائفته وحقوق استجماع ديسي التي تاصل عرف بها لو أقول سنعي وهي أيضا وحيطاي التعويض إنه بدل أقدقه عن قلة الجندي إذا كيران طولة بقوة القائد هجاميها حوقيسا معنا إذا كهذا يراده نك هجاميها قوة من له وإيمان يحوق له إنه مركان نقضه فنصر وحكود هذه عمر كنانة رجاله رج كيشك رج أبجري معنا وهذا الاستعارة وحالو نجد وحو مسكح دي سي قليي رجي سي إنو باربار بين يدي هرتيسة وأقد وحو بذقلي يعجم وأقد وحو بذقلي يعجم أن يختبر عيدانهم إنو فيرفيرين آيو قريال كودة واحدا بعد آخر مبا مكة كالي فما لبث مضاهمبا أن هتف إنو سوبه ذي وجدته أهلي نعم وجدته ها واهلي ثم كبعد مضى وحو آذي إلى فراشه وهو يقول أسقو رهاية إنه ننكاس مجاهد مجاهد واي عرفته بدر وأحد والخندق وأخواتها كل مركة تقانه وشهدت له اليمامة يمامك قيب قلي ومواقفها يقوب هذا فما نبأ له الصيف مزولي السيف لما ولا أقطع له رمية يشيشه ثم انت كبعد إنه أسقو هاجر وحو أجر الهجرتين لودي هجروا وإتوبيا إي مدينة وكان وحو أهانك عمر مسكح ذي أقليه صابع سبعة تدركي تدبيه أسلموا إسلامي على ظهر الأرض وحر لذي كورك ذي جوغة ولما أصبح الصبح صبح ملك بريي وواجه بريي قال وحو داي ادعوا لي إيوعى عدبته بن غسوان كلامه وعقد له وحو أقنذي الراية تعالى على 310 رجلا وحونا أبيبي علنكا وكجري سدح بقل يطور يتبنن ووعده وحكول بلمي بأن يمده تباعا بما يتوافر له من الرجال إنو سياديه أو رعرائتانك إيو توافرك وكسمايو رقب ذهود ولما عزنا مركي إيقوستين الجيش الصغير إذن كايان على الرحيل إني بحان وقفوا استاغي الفاروق عمر الفاروق يودع أسقو سقوتناي قائده هجاميه سي عطبة أها ويوصيه أن أضر بارمايو فقال له وحكير يا عطبة عطبو إني أني قد وجهتك إلى أرض الأبلة وحنقودري ذلك أبلة ليرهد وهي حصن ونفيس ومن حصون أعدائي عدويالك أفسيالك وذك مدعا فأرجو الله إلهي وحنكر جينيا أن يعينك عليها إنك عنسي فإذا نزل بها هديئة دكتماشا فادع قوع قومها قومك يذا إلى الله إلهي الدين كيس قوع إسلامك دل إدقال حقوب بالله فمن أجابك قفك كأجيبا فأقبل منه كأقبل ومن أبى قفك ديدا فقذ منه كقات الجزية عن شور كقات عن صغار وذل أيوة الذل نما إسقيرت نما كجرا قال لماذا إسكا هذا هدل لكن عن شور كقات وإلا هديك للديدان فضع لك في رقابهم قوره هذا السيف سيف تصار في غير هوادة سي هوادة مرعي غير كيدة مركز ساسود معنى لده قال الله واتق الله إلهي نكعب سي عطبة فيما وليت عليه وحي مرح لقا قد لقى إلهي أقعبسه وإياك وحنكا قد لقى أن تنازعك إني كل الضوضة أيانكا قد لقى معنى إني كقوة عضوه نفسك نفس الضوضة إلى كبر كبر إني كقوة عضوه ويفسد عليك أي فسهاد سمرك آخرتك آخرة دار واعلم أبو أنك أذي صحبت إن الله صحبت رسول الله وفاعزك الله به إلى شرف أكوية لي بعد الذلة دلنمك بعد وقواك به أكو حوجي إلهي بعد الضعف طبرد نمك الدين حتى صرت إلا أضمقطي أميرا مرح مسلطا سلطا معنا وحر رسمين كرا وقائدا هجامي مطاعا لأطيعا تقول واضحر ليسا فيسمع منك والو لغيسنا وتأمر أمر بحنسا فيطاع أمرك أمرك على لا تيعة فيا لها من نعمة نمعوي أرنتاس إذا هي هذه أيضا لم تضرك إسنك كبرين معنى هذه تضر السوء نمعذ إلى أذنك قوق أو وتقدعك إسنك أكرين أو وتهوي بك إلى جهنم مرك أيك قطرت جهنم أعاذك الله وأعاذني منها أذئي أنا قبأ
إلهي هنجر بالدادية سيدا أي عمر كل دردارمي عتبة بن غسوان مضى والصعدي عتبة بن غسوان برجاله رجيسي أي والصعدي ومعه وحال أجر زوجة ناكتيسي وخمس نسوة شناغوض وخمسة نسوة أخريات شناغوض أوكالي ومن زوجات الجند إذن كناغوه ذكا مذي وأخواتهم ولا له حتى نزلوا إلا إدقين في أرض خصباء الدوقة أرض خصباء معناه حالو لجهدا أرض ذات خصب والنواب إيه وحيام الساس الصاحب أي مركزين لا تبعد كثيرا أن وحبضا كفوقين عن مدينة الأبلة مقال ذي أبلة يسعدين مقال ذي ولم يكن معهم شيء وإحنا موذن شيء ويأكلونه أي عنان موذن المسلمين تي فلما اشتد مركو كؤب كاذي عليهم كركو الجوع الباهذي قال عضو وحكجري لنفر جميع ومن أيك من أعب التمسوا نورا ذي لنا أنا أطلبوا أبحثوا في هذه الأرض ظلكان شيئا نأكله وحان عنه نوغر راذية فقالوا استاقين يبحثون أيقوا الراذية عما شيء يسد يكد بولان جوعتهم باهضة فكانت لهم وحأسرنا مع طعام طعام كحقيسة قصة قصة رواها أوريي أحدهم متكود فقال وحيري بينما وقتي كنا آنه نبحث كو الراذية عن شيء نأكله وحان عنه دخلنا وحان قلني أجمة أجمع أيان قلني أجمع وحلول جيدا الشجر الكثير المتلف واجه وعلامه سا يسكو دوبيهين فإذا فيها وحكو دحسقنا ونكا دح عرقني زنبيلان لبد دنبيل أو في أحدهما متكوت تمر تمر إكبو حدو وفي الآخر متكك لنا حب أبيض حبوب ومتقان عد صغير أو يرير مغطى كدبولا بقشر قلف أصفر أو جالع أيان عرقني فجذبناهما وسجدنا حتى أدنيناهما إلا أقصدوين من العسكر أيضا فنظر أحدنا مدكين أيافيري إلى الزنبيلي دنبيشي الذي فيه الحب حبوب تأيكو جرتي مراها وقال وحيري هذا صم كان صنواي أعده لكم العدو عدو إذين دياري فلا تقربنه أو دواننا فملنا إلى التمر وحان أئلنا تمرتي وجعلنا وحان قد قلني نأكل منه إن تمرتي عنين وفيما وقت نحن أنا وكذلك سيدا كجرنا إذ واب بفرس فرس قد قبع صوغوستي قياده حرقي وكحرنا قياده أي رسله حرقي صوغوستي وأقبل حسوكر يمد على الزنبيلي دنبيشي الحبي مرها أي كجرين وجعل وحان قد قلني يأكل إنه حناي منه حبذه ماشي كجرين فوالله يا قدارتي لقد هممنا وحن همني بأن نذبحه إن انقلناه قبل أن يموت انتو صدمني كهر لننتفع سنبو انتفاعنا بلحنه الكيسة معنا فرسك سنتعني إن انقلناه أيان همني سنبو انتفاعنا الكيسة وآيو هدسونا عني إنو إمنا يمرك أدو ذهي فقام إلينا ساحبه فقام حاسو استاق إلينا حقين ساحبه ساحب كيسي نكي فرسك لها وقالوا حير دعوه ضعفا وسأحرسه وانواردينا الليلة تعاو فإن هدي أحسست أن كبرين بموتي قريديسا ذبحت مكاسا قورعا فلما أصبحنا مركا وبريسني وجدنا الفرس فرس كيان به النيب معافا أصبح عافمات قبو لا ضرر فيه ضرار يجر يقب المركا قصونين فقالت حيث الأختي ولا شيء يا أخي والكيو إني أنا سمعت وحن مغلي أبي أبيه يقول أو نهاية إن الصم صمت لا يضر لبي ميسو إذا وضع على النار هدي دبل ساره أو أم لجا مركا الكريل بسلايه وحوة دم لها ثم كبعد أقدت وحن قاضي ثم كبعد أقدت وحي قاضي شيئا وحوغا أو من الحب حبوبتي ووضعت في القدر لري أي كردي وأوقلت وحي هوريسي تحت ودرقي أستيسا ثم كبعد ما لبثت مضاهن أنقاض إني تري تعالوا كالي انظروا في ريه كيف أحمر سوء قذوتي لونه من بكيسة ثم كبعد جعلوا حب رجالي يتشقق عنه قشرة إنو داذينا يكفق فقاي قشرق يحبك سارنا أو تخرج منه يكسو بحسو حبوبه البيض حبوبتي إيو مريه عبعضا يكو دحجري فألقيناه وحن كردني في الجفنة جفنة أيان كردني واحير لنأكل سانو عنه فقال لنا عدو حنوير اذكر اسم الله عليه بسم الله ده وكله عنا فأكلناه وعني فإذا هو غاية في الطيب وميل كجاري غاية يميل سري حق وناق
ثم كبعد عرفنا وحان أقنصني بعد ذلك مركا كبعد أن اسمه مجد عيسى الأرزو أرز المركا لي هذا مركا ورما بأقوانين بقى. فكانت القبلة قبلة وحي أهد التي اتجه إليها حق الوجه عقبة بن غزوان بجيش عيد الكيسة الصغيرة مدينة مجالير حصينة نفوذ له قائمة قتال على شاطئ دجلة وبيقى دجلة لي رهدو شاطئ جيس كيسة أي مركا كتيلي. وكان الفرص فرصوحي أهد قد اتخذوها وحكسة مستميشة مخازنة مقازين إيمالة كوكيت صدان لأسلحتهم هبكودة وجعلوا حب رجلين من أبراج حصونها مراصدة حصون توذي البابه ذي وحيالين مراصدة ورديالو لمراقبة أعدائهم أعداء ذو ذا كمراقبايا. لكن ذلك لم يمنع كما منعنين عدبة من غسوها الدولان كيذي على الرغم من قلة رجاله ويبقى سلو رجس أي رايان وضالة سلاحه هبكيس أي رايان إذ مغت لم يجتمع له من الرجال رجع يجتمع له من الرجال غير رجع أصو كل من غير 600 مقاتل لحب قل أو دقاليهن أغير كوذا تصحبهم وحال السعودي طائفة قليل وحغير من النساء ناقها كمدها ولم يكن عنده أكتوضان مأهين من السلاح حق هبكا غير السيوف والرماح ورمئي سيفا ماهاني وحكا لنا موذنين. فكان لابد له وحالك ممارمان حيث من أن يستعمل ذكاءه إنو عطب استعماله ذكيه سئيه مسك حديثه أعد عقبة وديار قري لنسوة ناقيح ودياري مسلمات كأها رايات على مو رفعها كرء قاضان على أعواد الرماح الرماح ذا ورمها أعداء أعواد ذا يتير كذي كرء قاضان وأمرهن نوح أمري أي يمشين إن الصعبان بها أيوة على مضاوضة خلف الجيش إذا كجداش وقال لهن نوح كيري إذا نحن هذي أنو اقتربنا أنوان من المدينة مجال ذا فأثرنا كعية التراب عيدا وراء أنا قراشي نكوك عيا حتى تملأنا به الجو إلا جو يغطنبع بور وكبه سمو. فلما دنوا مركي أدوا ذين من القبلة خرج إليهم وحا أصابحي جند الفرس فرس عيدا كوذا فرأوا وحي أركان أقدامهم عليهم قمدهم ونظروا وحي فيريان إلى رايات التي تخفق وراءهم على ماذا قداش وكب بناي أي فيريان ووجدوا وحي هلان عيدا كي قارضا الغبار بور يملأ بوحيي الجو قلفهم جوي عيدك مسلمين تكدم بيه. فقال بعضهم لبعض قاضي قاركود أي قارك لو حيكودهن إنهم أيبوا طليعة العسكري وأسكر صوغ شيواي وإن وراءهم قداشو ذنا جيش عيدك لأي جوغا جرارا جرار مركاء جير جرار جيش وحلو لجيدا كثيف أو حوق بضل وكثير العدد والعدد هبك أي وطان يترذو ذبا مركا بضان ونحن أنقونا معنا يثير الغبار بورك كعناية ونحن أنقونا قلة كوير أيامناي إذا كي قال ساسا إستهين ثم كبعد الدب في قلوبهم قلب وحاكس ناضي وصوق لي الذعر عبسي وسيطر عليهم الجزع وحاكب ضيد الشغل أرققح فطفقوا وحي قذكالين يحملون إني حمبارنا يا ما خف وحي أفض ضاضي وزنه عليس كيسا وغلى ثمنه العكتس الإقال التهيب ويتسابقون أغر مرايان إلى ركوب السفن دومي إني كوران الراسيات أبي غيرا أو في دجلتي وبيقي دجلكو يا لكو سبنا ويولون الأدبار أي دبجيريان معنا أي جبال عيدنكي. فدقال عطب الأبلة مغادي قبل أيو قلي دون أن يفقد أحد من رجاله أصغو أحد رجي سكتل إذا مركا قريبا كل حين ثم كبعد فتح وحو فري ما حولها وحي قارك وضع هذه أو من المدن مقالوين والقرى قرياء وقبصدي وغنم وحو كغني نستي من ذلك الغنائم غنيموين كعزت على الحصر عزت على الحصر أي تعذر إحصاؤها أن لكو بكر معنى إن لقتريو وفاقت كل تقدير تقدير أن لوس من كرن حتى إن أحدا إلا مت رجال رجي سكمت عاد للمدينة النقضي فسأله الناس دك أيوديي كيف المسلمون في القبلة مسلمين تكورم قبلة فقال وحيري عما يتساءلون وحكر أكو جواب أيوايي والله أيام قطعت لقد تركتهم حنك وسوتجي وهم أيوا يقتالون كوب جناية الذهب والفضة ذهبك يقلك اكتيالا بيغشو اسكرا فينك عنتك قاضاني أيو
كبيريان كومبوين ايان كسو تريبو بهاي فاقد الناس دتكي وين غدغلين يشدون ان او ادكيسنايان اي او غورايان الى الابلتي الرحاله ررد اي او ادكيسنايان سفر اهان عند ذلك مركه اكتيدا راى وحو اركي عتبه بن غزوان ان